أخوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله من الدين. وبعد زي ما قلنا لكم نحن بالنسبة لنا أي مؤتمر يقام في الخارج عنده أجندة معلنة وعنده أجندة مخفية. الأجندة المعلنة الدعم الإنساني وتوصيل الغذاء، حماية اللاجئين، حماية النازحين، معسكرات ما تعرف الكلام المنمق ده اللي قاعد قال ده بيقولوا الغربيين ده. والأجندة بالنسبة لنا المخفية هي ما يضمره الغرب لهذه المناطق وأهلها وللدولة ويعني شعبها، وده كلام واضح بالنسبة لكم الآن في إطار الكلام اللي قالوا وذكروا بصورة جريئة وكبيرة ناظر المساليت. يعني جزاه الله خير، يعني هذه القيادة الوطنية التي تحترم شعبها وأهلها. إنه أنا دعيت لمؤتمر لفصل دارفور، دعوني لمؤتمر لفصل دارفور، والمنحة التي تراد أن تقدم أرادت أن تقدم للدولة الوليدة. كلام ده خطه تحته خطوط كثيرة وخطه تحته استفهامات. وأي زول داير يشوف المسألة دي بصورتها الغربية الوقحة اللي بيسعى عليها الغرب وبرتب لها، يجي يشوف ويسمع كلام التصريح بتاع ناظر المساليت اللي قاله بصورة موضوعية. أنا بفتكر حضوره كان في المؤتمر كان حضور مهم طبعا، لأنه أفسح المجال لكمية من القيادات والزعامات الوطنية المتعلقة بالكيانات الأهلية إنها تحضر المؤتمر في غياب الدولة وغياب عدم دعوة الدولة. وإنت لو دا تشوف حجم المؤامرة الكبرى الظاهرة في السودان، إنه كل المؤتمرات التي أقيمت يعني متعلقة بالمنظمات الإقليمية والدولية وحتى المتعلقة بالدول لدعم السودان، وأقيمت هذه المؤتمرات وبمعزل عن دعوة السودان. يعني دعوا ليقات ما دعوا السودان، دعوا الاتحاد الأفريقي وما دعوا السودان، وفرنسا عملت كم مؤتمر ما دعت الدولة، ودعت كمية من الناس الناشطين والنشطة والناشطات عشان يعملوا شغلهم الدارين نودي تياه البلد وينفذوا أغراضهم ويضعوا سمهم في الدسم من الطعام. الكلام اللي أسي ظهر ده واللي ذكروا ناظر المساليت بصورة كبيرة، أنا بفتكر أنتوا افترضوا خطوة تحتوا خطوط. الخط الأول إنه تعرفوا كيف الغرب بيفصل المناطق والدول ومشتتها وبوزعها بمعزل عن أهلها. كلام اللي أنا ذكرته البارح إنه تحكيم الأقليات الثقافية أو الدينية أو الفكرية أو الاجتماعية على حساب الأكثرية، وده نمط الغربي من خلاله بيجيب مشرطه ووزع الدولة على بناء على رغبة مجموعة لا علاقة لها بالجغرافيا ولا علاقة لها بالتاريخ ولا المكونات الاجتماعية ولا علاقة لها بقضايا أهلها ولا خياراته. شاكد الكلام اللي ذكر وإنه في دارفور دارين في الصلوع، أول حاجة ده بوريك يعني إنه الدول الغربية كيف توزع الدول، ووريك برجعك برضو للتاريخ بوريك إنه كيف انفصل الجنوب السودان. الدار يسأل عن جنوب السودان انفصل كيف، بهذه الكيفية التي انفصل بها جنوب السودان، لا ليس هناك استفتاء للشعب ولا قرار حقيقي ولا كده، ولكن هي رغبة الغرب في إنه يفصل الجنوب. الدار يقول ثاني إنه ده بعبر لك عن مدى استئاس هذه الميليشيا المتمردة، خلاص الموضوع ده استيأس يعني من انه يقتل الرئيس ويستلم السلطة او انه يهزم القوات المسلحة ويستولي على مكان او انه يستعيد غحطه ويتم ترتيبه من جديد. ده كله فشل، خيارات دي كلها فشلت. اصبح الان يتحدثون عن فصل دارفور باعتبار انها هي رقعة جغرافية، خلاص ده يكتفوا بها ويطلعوا من المسألة. والكلام ده بتحضير غحط، لانه غحط هي الان الحاضر والداعي والمحضر لهذا المؤتمر، زي ما رشح في كميه من التسجيلات بالنسبه لهم ملاومتهم لبعضهم انه ما دعيتونا ودعيتوا الناس بانتقائيه وكده. غحط هي المحضر لهذا المؤتمر، يعني الدائر يفصل دارفور بصوره مباشره وهي الميليشيا المتمرده، وغحط هي المزين لهذا المشروع، وفرنسا هي المستفيد من هذا المشروع. يا اخواننا فرنسا دي مستفيد رئيسي من فصل دارفور. فرنسا دي فقدت الغرب الافريقي كله بوعيه، بوعيه. انت شاهدوا في الفيديوهات كل الناس
بيتكلموا قدام الرئيس الفرنسي انه والله فرنسا دولة مستعمرة واستنزفتنا وشالت خيراتنا وشالت اليورانيوم حقنا وخلت الدول مفغرة وخلتها مظلمة ونورت فرنسا برا وكده الكلام اللي انتوا قاعدين تشوفوه الان موجود. ففرنسا من بعد ان اخرجت وطردت يعني من دول غرب افريقيا بدأت تتوالى في طردها. فرنسا الان بتبحث عن ديار جديدة ولا يمكن انها يعني تستولي على السودان، ولكن وجدت ضالتها في انه خلاص يعني اصبح هناك فصام ومجموعه راغبه في انها تفصل دارفور. هيئت المشهد بمؤتمر تحت هؤلاء العملاء القحاطه في انهم يحضروا لهذا المؤتمر من اجل ان تفصل دارفور. وهو يعني لا ينبئك خبير يعني ناظر المساليت ما بيتهم بانه هو صاحب غرض ولا بيتهم بانه هو جلابي ولا من الوسط النيلي ولا من تعرف هو كده دوله 56، لا ده الزول مؤسس الدوله الدارفوريه، زول من الاساسي عنده مملكه وعنده كده وقاعد في دارفور عارف عنده قضيه في الموضوع. قال انا دعيت لمؤتمر لفصل دارفور وهذا المؤتمر لمنح لتوفير ادوات الانفصال للدوله الوليده. ففرنسا عندها غرض اساسي في الموضوع ده. الشاهد انه الدولة دي ذاتها بتتفصل لصالح منه يعني؟ اذا المساليت اتدفنوا احياء واذا الزغاوة طردوا واذا الفور قتلوا يعني انت بتعمل الدولة الوليدة لمنه يعني؟ انت بتغري منه بتغنع منه انه دارفور تنفصل يعني في ظل هذا التوقيت لصالح منه يعني؟ فانا داير اوريك انه المسألة بتاعت يعني الان ما يخطط للسودان انه بعد ان استيأست هذه الميليشيا المتمردة وحاضنتها السياسية من فرض هذا مشروعها الغربي المضعف للدولة المستولى على خيراتها بالصورة المدنية وغهر الاجهزة الامنية والعسكرية، ومن بعدها سحت هذه الاجهزة وغامت هذا المشروع وعبد الشعب تجاهه، فقدت هذه المشروعية فاتجهت نحو البندقية، فقدت البندقية مشروعيتها من الساعات الأولى في قتل الرئيس والاستيلاء على السلطة وإعلان البيان الأول بأن فلان وفلان هم الذين قتلوا الرئيس ولذلك نائب الرئيس استلم السلطة، فشلوا في ذلك وفشلوا في هزيمة القوات المسلحة حينما استعملتهم على المناطق واستحوذوا عليها وقاتلوا القوات المسلحة من خلالها، فأخرجتهم القوات المسلحة من هذه المؤسسات وأخرجتهم من هذه المناطق بجبر السلاح والقهر والقتل والقتل المباشر. فشلوا في هذا حينما فشلوا في الذهاب إلى الولايات وإعلان حكومات من خلال يعني سماسرتهم وعملائهم من قحط والغحاطة وأحزابة، فشلوا في ذلك، فشلوا في إيجاد موضع يعني سياسي لاستعادة قحط من جديد عن طريق التفاوض بإبعاد الميليشيا وإدخال قحط للمشهد السياسي. الآن يسعون إلى فصل دارفور. كلام ده يا جماعة سلسلة حقه تكون انتوا واعينا وتكون انتوا قارينا ودارسينا. المسألة دي الآن ماشية، فرنسا عندها غرض رئيسي في انها تفصل دارفور في اطار يعني فقدها للغرب الافريقي واستعادة يعني مجدها ومكتسباتها والحفاظ على الثروات الموجودة في دارفور من اليورانيوم وغيرها التي يعني تغتني بها هذه الاراضي من اجل استعادة هذا الامر. والمكونات الاجتماعية ليست هي شريكة وإنما هو الشعب الجديد، إنما هو الشعب الجديد عربان الشتات وبدوا في يعني إعادة واستجلاب لدارفور وتوطينه، وهذا القتل الممنهج، هذا القتل القاسي، هذا الدفن للناس أحياء، هذا القتل حتى للأطفال يوريك إنه الاستيطان القادم لا بد أن يكون هذا الشعب يعني ليس موجودا على الأرض ولا وليس له ذاكرة تتذكر أنه كان في يوم من الأيام له آباء وله أجداد يسكنون هذه الأرض ويحكمونها. كلام ده يا جماعة واضح بالنسبة لنا، لكن السؤال المركزي اللي احنا دايرين نقوله إنه قحط هي اللي مفترض يفهمه الناس، إنه قحط هي الآن شايلة مشرطها عن طريق تمحور الجديد وتحور الجديد. هذا الفيروس تحور من قحط إلى تقدم، وهو الذي دعا إلى هذا المؤتمر، وهو الذي يدرك الأجندة الخفية من وراء هذا المؤتمر، ولذلك فضحهم ناظر المساليت بمغولته الوطنية والدينية التي يعني يسيبه الله سبحانه وتعالى عليها، فضح أمرهم وكشف سرهم وتركهم يعني طرح أمرهم على الهواء الطلق. قال أنا دعيت إلى ليس إلى مؤتمر المانحين وإنما دعيت لمؤتمر لفصل دارفور، يشاوروا في فصل دارفور ويغروا إنه يفصل دارفور
ودعيت إلى مؤتمر من أجل دعم الدولة الوليدة التي تسمى دولة دارفور. ده الكلام يا جماعة. والدولة حيجيبوها بإشكالات. الدولة حيلدوها بإشكالات مع حيستغلوا الغبن ده، لأنه والله الدولة المركزية أسميها الدولة 56 هي التي فعلت بنا ذلك. تولد هذه الدولة الجديدة وهي نازفة الدماء ومشتعلة الحروب ولا تستغير أبدا. يعني ما دارين به خير، لا دارين خير به هنا ولا دارين خير به هناك. يعني هذا يستغل هذا يستغل كما فعلوا هذه الفتن منذ أن جعلوا الدولة القومية عماد للدول العربية، ومنذ أن وزعوا هذه الدويلات وغصموا الكيانات ما بين دولة ودولة، وأشعلوا الفتن بين المناطق المتنازع عليها، وهذا تاريخ طويل تريد فرنسا أن تعيده علينا الآن. نحن نقول الحمد لله، نحن نعتز بشعبنا ونعتز ونفتخر بأرضنا، ونقاتل مع قواتنا المسلحة إلى آخر نفس من أجل تحرير الديار، تحرير الأرض يعني كاملة، ومن أجل حماية الأرض والعرض والرجال والنساء وأعراض الناس. نحن نقاتل في هذا الطريق، ونقول الوطنيين من أمثال ناظر المساليت وغيرهم من الوطنيين الذين فضحوا أمر هذه الميليشيا وهذه المطورات المدسوسة، نحن نقول لهم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا بكم في بناء وطني جديد ما بعد 15 أبريل لتأسيس دولة وطنية جديدة حرة إن شاء الله، يعني تدفع بأبنائها من أجل الإعمار والنماء والتنمية والاستقرار، في سبيل أن يهنى السودان المستقبلي الذي عرف كل إنسان فيه قدر هذا البلد، وعرف يعني عزته، وعرف كرامته، وعرف قدر وجوده في نفسه. هذا البلد الجديد إن شاء الله نبنيه كلنا مع بعضنا، ونبنيه سوا حتى الملتقى من جديد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وأنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.